علامة بعدك انت عبد معايا يعني انت تكون جاهز انا نعمل كده بعدك واصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا معرض القاهرة الدولي للكتاب دورته 54-55. هل زرت من قبل هذا المعرض؟ انشأ سنة 1969 معرض الكتاب في وسط القاهرة في أرض المعارف. هنا في هذا المكان من قبل 4 إلى 5 سنوات. آلاف الكتب والإطارات ودور النشر تتنافس في إطارات جديدة كل عام. يستمر لمدة 12 يوما. تبقى فقط 3 أيام لإتمام هذا المعرض. تعالوا معي وشاهدوا من الداخل ما هي الإطارات التي صدرت من قبل الكتاب السودانيين والتشاديين وخاصة من أبناء الكيان. إصدارة للبرف شريف حريري بعنوان دار الثقافة في السودان، وإصدارة أخرى السودان الانهيار أو النهضة، وإصدارة أخرى للبروفيسور عبد الله بخيت مدير جامعة أو رئيس جامعة حين جمينا ملك رئيس جامعة الملك فيصل. إدارة شخصيات تشادية، 6 رؤساء سابقة لجمهورية تشاد وإدارتين أخين، وكذلك إدارة للأستاذ الباحث الكبير محمد آدم هاشم بعنوان تاريخ الثقافة، وكذلك الإدارة أخرى للدبلوماسي والمؤرخ بخيت إسماعيل ضحية بعنوان لعنة الميمون وأخرى أريا خطوة تحت الإجرام. تعالوا معي للداخل لمشاهدة هذه الإطارات، وشكرا لكم وتعادي تحياتي لكم جميعا أسرة كيرتين إيجا للثقافة والتاريخ والنصر. وسوف أنقل لكم إحداثيات وأحداث وكتب معرض الفخور معرض القاهرة الدولي عفوا معرض القاهرة الدولي للكتاب. شكرا جزيلا.